اباتي بعد ماكو مشتري راح اسويش ايس كريم ام العالوشي الا خنفشاريه. اي بابا. اول شيء نجيب المحبه الطعام ونجيب الكيوي ونجيب الفراوله. قشرتين رتبتين خليتين بفريز الثلاجه. عندما جمدت الفراوله هسه نقلبها في المحبرات الطعام. ونضيف بعض النموذج من الحليب الدسم. ثم نضيف الحليب المكثف حليب الفجر. ثم نموذج من الشكور. سنخلطها خلطة قوية. وعندما خلطناها سنقلبها في الطاسة. كيوي كالآتي نفس الطريقة القبيلة وهسه نضعها في المحبرة. نموذج من الحليب، نموذج من الحليب المكثف، نموذج من الشكور. سنخلطها خلطة قوية. عندما خلطناها هسه نقلبها في الطاسة. هسه نضعها بالفريز لمدة نص ساعة لكي يجمد. قد أصبحت جاهزة. بسم الله الرحمن الرحيم. شنو هاي الإبداع؟ طعمها لذيذ. شكرا يا الله.